السلام عليكم، أنا من سكان مدينة المحمدية، وباسمي أشكر جميع سكان هذه المدينة الجميلة على امتثالهم للنداء السلطات المحلية بالمكوث في منازلهم، مما جعل ولحد الساعة ولله الحمد أن هذه المدينة لم يسجل فيها أي إصابة بفيروس كوفيد 19. فجزاهم الله ألف شكر على هذا الامتثال، وأطلب منهم الاستمرارية في البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مثل أنا فأنا خروجي لهذه الساعة إلا لسبب صحي ولإجراء بعض التحاليل الطبية. فبهذه المناسبة أشكر جزيل الشكر السلطات المحلية والقوات المساعدة والوقاية المدنية وجميع الأطباء والممرضين ورجال الإعلام والصحافة، أشكرهم جزيل الشكر. فحفظ الله وطننا الحبيب وملكنا العزيز، ووقانا الله من شر هذا الوباء، ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا. والسلام عليكم. السلام عليكم، أنا واحد من سكان مدينة المحمدية. كيف كتشوفوا دابا الحمد لله ما كاين لا غاشي ولا ماجي، ما كاين اللي دوا كل شيء في الديور ديالهم، كل شيء مطبقين الحجر الصحي، كان الحمد لله ونشكروه. لحد الان ما كاين حتى شي حاله في مدينه المحمديه، وهذا الشيء كيرجع للفضل لصاحب الجلاله الاول وللسلطات المحليه ولسكان مدينه المحمديه اللي خداو داكشي اللي قالوا لهم، وكان الحمد لله ونشكروه. وكنطلبوا من الساكنه باش يزيدوا في هذا الحجر الصحي، لانه في مصلحه ديالنا وديال المغرب كله. وكنشكروا الناس ديال رجال الامن والدرك الملكي والاطباء والممرضين والاعلام. الاعلام كنشكروه لانه حتى هو عنده واحد الفضل كبير. وكنطلبوا من الله باش يرفع عنا هذا الوباء وترجع الامور الى مجاريها والناس تمشي للعمل ديالها وهذا الشيء اللي كاين. والسلام عليكم. كيف كتشوفوا الحمد لله في المحمديه راه ما عندنا حتى شي حاله اللي مسجله، والناس الحمد لله يعني مضابطين بالحجر الصحي، وكيف كتشوفوا الامور راه كاع الناس ملتزمه البيوت ديالها. وكنتمناو من الامور الحمد لله نشكر السلطات على هذا الدور اللي كتقوم به والتزام ديال الناس حتى هو، ونتمناو من الله تدوز هذه الامور بخير وعلى خير وترجع الامور كيف كانت ان شاء الله.